السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأحبابي في الله، من الأحاديث الخطيرة جدا 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 اللي هي بيتم الترويج ليها على وسائل التواصل بشكل كثيف للغاية، اتفاجئت ان في عدد كبير جدا من الحلقات موجودة على اليوتيوب وعلى غيره بيذكروا فيه هذا الحديث، والحلقات دي عليها مشاهدات كبيرة جدا جدا، لان حديث معناه غريب جدا طبعا، والناس بطبيعتها بتحب تشوف الحاجات الغريبة. الحديث المعروف او المشهور بحديث الاوعال. ايه حديث الاوعال دوت؟ الاوعال دي نوع من الماعز، المعيز الجبلية. ذكور هذا الماعز بتسمى الاوعال، اللي احنا في مصر بنسميها الجديان. انت عارف الجدي اللي بيتذبح في العيد ده؟ هو ده، بس طبعا التاني اللي هي الاوعال الجبلية بشكلها مختلف يعني. المهم ايه مشكلة الحديث ده؟ الحديث ده بيروى عن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، في صفة الملأ الاعلى، في صفة السماوات العلى وما فوق السماء. تعالوا نقرأ الحديث مع بعض ونشوف قد ايه الحديث ده خطير للغاية. عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قال: قلنا السحاب. قال: والمزن؟ قلنا: والمزن. قال: والعنان؟ قال: فسكتنا. فقال: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تبارك وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. طيب، الحديث ده رواه الإمام أحمد في المسند ورواه أصحاب السنن، وهو مروي في عدد كبير من الكتب. ولكن خلي بالك إن رواية العلماء الأحاديث في كتبهم ليس معناه إن هم بيقبلوا هذا الحديث أو يصححوه، مجرد الرواية لا تعني القبول أو التصحيح، دي قاعدة مسلم بها يعني مفيهاش نقاش. مجرد الرواية لا تعني القبول. هتجد في كتب السنن والمسانيد وغيرها كم هائل من الأحاديث الموضوعة وشديدة الضعف والمنكرات مروية في الكتب، العلماء يروون بالأسانيد لأسباب كتيرة جدا جدا، مش ده وقت الخوض فيها. طالما أن العالم الذي روى أو الإمام الذي روى هذا الحديث لم يشترط الصحة في مروياته، وحتى لو اشترط الصحة ده مش معناه التسليم له. كثير من العلماء اشترطوا الصحة، كالإمام ابن خزيمة والإمام ابن حبان والإمام الحاكم وغيرهم اشترطوا الصحة، قالوا لن نروي في كتبنا هذه إلا الصحيح، والعلماء لم يقبلوا منهم ذلك، قالوا لهم لا، الكتب بتاعتكم فيها الصحيح وفيها الضعيف، غير الصحيحين البخاري ومسلم اللذين سلم العلماء لهما بهذه الدعوة، قالوا فعلا ما روي في البخاري ومسلم صحيح. المهم عشان ما ناخدش في مسائل جانبية، خلينا نتكلم في الحديث الأوعال. الحديث ده اللي بيروجوا له طائفتين من المسلمين. الطائفة الأولى الناس بتوع الأرض المسطحة، الناس المفتونين بخرافة الأرض المسطحة. كلمنا في عدد من الحلقات قبل ذلك عن موضوع الأرض المسطحة، وما زلنا سنتكلم، يعني طول ما في ناس بتقول الكلام ده هنرد على كل الكلام اللي هم بيقولوه. الناس دول عندهم تصور معين للملأ الأعلى أو للسماوات أو للكون، هم عندهم تخيل معين للكون. التخيل ده بالكامل مبني على الإسرائيليات، كل الكلام اللي هم بيقولوه فيما يخص تصورهم للكون لا يخرج عن الإسرائيليات، وتقريبا كل اللي بيحتج به في حلقاتهم وفي منشوراتهم تقريبا كله لا يخرج عن الأحاديث الموضوعة والأحاديث شديدة الضعف والإسرائيليات. دول نوع، النوع الأول اللي هم بيروجوا جدا حديث الأوعال ده. ليه؟ لأن هو بيخدم التصور بتاعهم إن السماء مبنية بشكل هم متخيلينه يعني، وإن هو السماء فوق بعض يعني، هم متخيلين السماوات والأرض دي زي عمارة، الأرض هي الدور الأرضي وتحتيها بدروم أو 6 بدرومات بقى، يعني بدروم وتحتيه بدروم وتحتيه بدروم، اللي هم الإيه الأراضين السبع، الأرض بتاعتنا دي هي اللي على الوش وتحتيها 6 أراضي تاني، والسماء هي بقى الطابق الأول وهكذا، وفوق السطح بقى بحر تمام، وبعدين فوق البحر
عرش الرحمن. ده التخيل اللي هم بيتخيلوه عن شكل الكون، وهذا التخيل غير مبني على أساس صحيح. كل ما يحتجون به على هذا التصور لا يصح منه شيء. احنا بنتكلم عن الموضوع ومش هنسكت عنه، وهنبين ونفند كل حاجة بيقولوها سنفندها. طبعا الهدف من التفنيد الكلام ده هو ان الاخوة دول اللي هم بيتبنوا خرافة الارض المسطحة، عندهم في مجموعة منهم بيبلغوا جدا جدا لدرجة ان هم بيكفروا من لا يوافقهم على هذه الاقوال. دي من ناحية. من ناحية تانية ان في نشر لكم هائل من الخرافات ونسبة اباطيل واكاذيب الى الاسلام، لابد ان ينقى الدين من هذه الأكاذيب والأباطيل. النوع الثاني من الناس اللي هم بيروجوا لهذا الحديث هم الإخوة السلفيين، أو قطاع كبير من الإخوة السلفيين بيروجوا للكلام ده تحت قاعدة يعني ان هم بيعندوا الأشاعرة. بيعندوا الأشاعرة ازاي؟ لان الحديث دوت في تخيلهم بيرد على الأشاعرة او بينسف عقائد الأشاعرة، لان الحديث فيه لفظة والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه من اعمال بني ادم. الكلمة دي بقى هم مسكوا فيها وقال لك شوف اهو والله فوق ذلك، في إثبات صفة العلو لله وفي إثبات الاستواء. طب ما هو يعني ده كده أقوى من قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وأقوى من قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى. يعني احتياجك لمثل هذه الأحاديث شديدة الضعف لإثبات شيء أنت عندك ما يغنيك عنه في الكتاب العزيز وفي السنة الصحيحة الثابتة المتفق عليها. والخلاف بين السلفية والأشاعرة مش متعلق بالأدلة، هو متعلق بفهم الأدلة. يعني هذا الحديث لو صح مش هيبقى أقوى ولا حاجة في الدلالة من الحديث الأخرى الموجودة اللي هي متفق عليها، ومش هيبقى أقوى دلالة من القرآن الكريم. فالتشبث بهذا الحديث واعتبار أنه هو بينسف عقائد الأشاعرة هذا كلام غير صحيح. غير صحيح ليه؟ لأن عندكم أدلة في القرآن وفي السنة الصحيحة أقوى من ده بكتير، والخلاف بينكم وبين الأشاعرة ما انتهاش ولا حاجة، لأن الخلاف ليس في الأدلة، خلاف في فهم الأدلة وفي القواعد المبني عليها الفهم دوت. المهم عشان ما نخدش في مسائل جانبية، خلينا نركز كلامنا على هذا الحديث. حديث الأول، هل فعلا في حاجة اسمها كده؟ يعني هل فعلا التصور اللي موجود في الحديث ده صحيح؟ في فعلا سبع سماوات بالشكل دوت، وبعدين بحر عمقه أو ارتفاعه 500 عام، وبعدين 8 أوعال 8 معيز أو جديان شايلين بقى العرش فوق ظهورهم، وبعدين العرش فوق كده. هل فعلا الحديث ده صحيح؟ اولا تعالوا ننظر الى الاسناد الذي روي به هذا الحديث. الحديث ده رواه الامام احمد في مسنده من طريق عبد الرزاق قال اخبرنا يحيى بن العلاء. خلي بالك بقى من ايه؟ من يحيى بن العلاء ده. عن عمه شعيب بن خالد قال حدثنا سماك بن حرب. ركز على سماك بن حرب ده برضه. عن عبد الله بن عميرة عن عباس بن عبد المطلب. ده الاسناد اللي موجود في المسند. بنفس الاسناد دوت رواه ابن ابي شيبة في كتاب العرش، ورواه ايضا ابو يعلى في مسنده بنفس الاسناد ده بنفس الطريق، يعني عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء، ورواه الحاكم في المستدرك برضه بنفس الاسناد ده او بنفس الطريق، يعني عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء. خلي بالك بقى هنا من ملاحظة مهمة جدا. الحديث ده مروي في الكتب بلفظين. ده اللفظ الأولاني اللي هو فيه 500 عام. خلي بالك من الرقم بس، هي دي المهمة في الموضوع. ما بين كل سماء وسماء 500 عام. اللفظ الثاني للحديث أشهر من هذا اللفظ، ومروي في كتب كثيرة جدا برضو عن العباس قال فإن بينكم وبينها، يعني بيننا إحنا وبين السماء الأولى، إما واحدة أو ثنتين أو 73 سنة والسماء فوقها كذلك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا عندنا الحديث ده مروي بلفظين، اللفظ الاول 500 سنة واللفظ الثاني اما واحد او اثنين او 73 سنة. طيب اولا خلي بالك ان الحديث ده مروي هو من طريق واحد، مروي من طريق واحد. من طريق مين؟ من طريق سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة، خلي بالك، عن العباس. هو ده الطريق الوحيد لهذا الإسناد، ليس له متابعات ولا أي حاجة، هو الإسناد ده. ولكن بص، من عند سماك الذين رووا عن سماك بن حرب كام واحد؟ 4. مين هم؟ شعيب بن خالد والوليد بن أبي ثور وعمر بن أبي قيس وإبراهيم بن طهمان. الأربعة دول رووا عن سماك بن حرب. يبقى هنا الإسناد مداره على مين؟ مداره على سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن عباس بن عبد المطلب. بس هنا في نقطة مهمة جدا جدا، وهي ايه؟ ان هذا الحديث باللفظ الاول اللي هو 500 سنة ده
لم يروى إلا من طريق يحيى بن العلاء عن عمه شعيب بن خالد عن سماك بن حرب. يبقى لفظة الخمسمائة عام دي كلها مروية منين؟ من عند يحيى بن العلاء عن عمه شعيب بن خالد. طيب الحديث بقى مروي بلفظة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة وسبعين، دي مروية بإيه؟ بالطرق الأخرى. طيب لفظة الخمسمائة عام دي مدارها على مين؟ مدارها على يحيى ابن العلاء. طب يحيى ابن العلاء ده إيه أخباره؟ يحيى ابن علاء ده كان وضاعا أو متهم بالكذب على الأقل. يعني الإمام أحمد بن حنبل قال يحيى ابن علاء كذاب يضع الحديث، الإمام يحيى ابن معين قال ليس بثقة، وقال مرة ليس بشيء، قال عمرو بن علي والنسائي والدارقطني متروك الحديث، وقال الجوزجاني شيخ واهن. تخيل بقى انت لما يكون هو ده مخرج الحديث الوحيد. يعني شوف لفظة ما بين كل سماء وسماء 500 عام، اول القصيده فيها يحيى بن العلاء، هو ده اول حد هيقابلك مخرج الحديث من عنده. كان متهم بالكذب، ده اول القصيده، اول القصيده عندك. تقول لي طيب الحديث اللي هو لفظ ال 500 عام ده في حد تابعه؟ مفيش، هو بس اللي قال ال 500 دي. طيب الباقيين رووه ايه؟ رووه باللفظ الثاني اللي هو 1 او 2 او 73 سنه، كلهم رووا، كل الباقيين رووا باللفظ ده، هو الوحيد اللي رواه بلفظ الخمسمائة. يبقى إذن لفظ الخمسمائة عام ده اتشاله من أول مرحلة، يعني هذا حديث موضوع، هذا اللفظ لفظ الخمسمائة عام ده موضوع. أقل شيء يقال فيه أنه شديد النكارة، حديث شديد النكارة، مش بقى ضعيف بس، ده شديد الضعف، ده أول حاجة. طب تقولي طب ما تيجي نشوف لفظ الواحد وسبعين أو اتنين وسبعين أو تلاتة وسبعين يمكن يكون في حاجة. أقول لك تعال نشوف الإسناد ده بتاع واحد وسبعين أو اتنين وسبعين أو تلاتة وسبعين مداره على مين؟ على سماك بن حرب. له طرق كلها بتلتقي عند سماك بن حرب اللي هو بص موجود برضو هنا في الإسناد ده، سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن عباس بن عبد المطلب. تقول لي طب أخبار الأسانيد دي؟ أقول لك ما دون سماك مش هنتكلم فيه لأني مش هم دول المشكلة، المشكلة فين؟ في من عليهم مدار الحديث، سماك بن حرب وعبد الله بن عميرة، وطبعا العباس صحابي رضي الله عنه. فعندنا مين؟ سماك بن حرب وعبد الله بن عمير. سماك بن حرب ده متكلم فيه، لا يقبل تفرده، ده اول حاجه. قال الامام سفيان الثوري سماك بن حرب ضعيف، وقال يحيى بن معين سماك بن حرب ثقه وكان شعبه يضعفه، وكان يقول في التفسير عكرمه ولو شئت ان يقول له ابن عباس لقاله، قال يحيى بن معين وكان شعبه لا يروي تفسيره الا عن عكرمه. قال ابن الجوزي سماك بن حرب كان شعبه وسفيان الثوري يضعفانه. قال ابن عمار كانوا يقولون انه يغلط ويختلفون في حديث. خلي بالك ان سماك بن حرب ده هو عليه مدار الحديث. وقال يحيى بن معين اسند احاديث لم يسندها غيره. قال احمد بن عبد الله العجلي الحافظ كان في حديثه عكرمه ربما وصل الشيء عن ابن عباس وربما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن يروي في التفسير يقول قال عكرمه، موقوف على عكرمه، وبعدين يروي تاني يقول قال عكرمة عن ابن عباس، يرفعه إلى ابن عباس، وبعدين مرة تالتة يقول عن ابن عباس عن النبي، هو نفس الكلام، مرة يروي عن عكرمة مقطوع عليه، مرة عن ابن عباس موقوف عليه، مرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صالح بن محمد يضعف. وقال عبد الرحمن بن يوسف ابن خراش في حديثه لين، يعني ضعف. قال ابن عدي الصدوق لا بأس به. طيب اللي احتج بسماك ابن حرب احتج به، قال لك لأن مسلم روى له في صحيحه رحمة الله عليه. الإمام مسلم أو الإمام البخاري قد يروي للراوي المتكلم فيه فينتقي جياد أحاديثه، ما هو الراوي الضعيف ده مش كل حاجة بيقولها تبقى ضعيف، في حاجات ممكن تبقى ضعيفة وحاجات مش ضعيفة. مين اللي يقدر يميز الكلام ده؟ الأمثال بقى البخاري ومسلم والناس الكبيرة ديت. فلما ينتقي البخاري لبعض الرواة، ما هو صحيح البخاري فيه رواة متكلم فيهم وصحيح مسلم فيه رواة متكلم فيهم، فانت تقول ازاي يعني راوي متكلم فيه وروى له البخاري؟ ايوه ينتقي من جياد احاديث، الحديث الجيده التي رواها هذا الراوي، ايه الحاجات التي خولف فيها والاشياء التي لم يخالف فيها، فينتقي من هذه الاسانيد الجياد وهذه الاحاديث الحسان فياخذ منها ويروي. انما سماك بن حرب بشكل عام لا يقبل تفرده، يعني حتى لو انت هتقبل حديث سماك بن حرب لا يقبل ان يتفرد، ويتفرد بشيء ليس له شاهد لا من القران الكريم ولا من السنه النبويه الصحيحه. يعني قصه ان في 8 اوعال شيء العرش، فين ده في القرآن الكريم؟ ما أين ما يعضد هذا أو يشهد له في الكتاب العزيز؟ أين ما يعضد هذا أو يشهد له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو مش العلماء قالوا كنا إذا روينا في الرقاق أو في الفضائل أو في السير تسهلنا، وإذا روينا في الأحكام شددنا؟ مش ده كلام السلف؟ وعملت لكم أنا حلقة عن هذا الضابط، أضع لكم الرابط بتاعها في أسفل تعليق. الإمام أحمد لما سألوه عن محمد بن إسحاق صاحب المغازي رحمة الله عليه،
فقال يروى عنه مثل هذه الحديث اللي هي المغازي والسير والحاجات اللي من النوع ده. قال أما إذا جاءت الأحكام أردنا قوما هكذا، أشار بيديه الاثنتين، الإمام أحمد رحمة الله عليه قبض أصابعه الأربعة وأشار بالإبهام هكذا، أردنا قوما هكذا، حديث الأحكام، حديث الحيض والنفاس ونواقض الوضوء، عايزين ناس كده لأن فيها حلال وحرام. طب فما بالك بأحاديث العقائد، ما بالك بأحاديث يترتب عليها أمر يتعلق بالملأ الأعلى ويتعلق بالله عز وجل ويتعلق بملائكة الله عز وجل، كيف نقبل يعني مدار الحديث على راوي لا يحتمل تفرده؟ وياريت هي المشكلة في سماك ابن حرب بس، ده في مشكلة أكبر بقى بيه كتير من مشكلة سماك، إن سماك ابن حرب رواه عن مين؟ رواه عن عبد الله بن عميرة. عبد الله بن عميرة ده مشكلته أكبر من سماك، لأن عبد الله بن عميرة راوي مجهول الحال، راوي مجهول الحال، لم يوثقه أحد ممن يعتمد على توثيقه، وثقه ابن حبان، توثيق ابن حبان لا يحتج به، فهذا الراوي مجهول الحال، حديث المجهول الحال ده يحكم عليها بالضعف. يعني مش بس بقى هو راوي مجهول الحال يعني تضعف أحاديثه، ده في مشكلة أكبر من كده. إيه هي؟ أنه رواه عن العباس بن عبد المطلب ولم يلقى العباس، يعني شوف هو ضعيف مجهول الحال وأرسل إلى العباس رضي الله تعالى عنه، ما لقي العباس، ما رأى العباس. تقول لي طيب هو مش رواه مرة عن الأحنف بن قيس؟ أقول لك يا سيدي ما تزعلش نفسك، رواه مرة تانية، يعني هو مرة رواه عن العباس مباشرة قال عن العباس، ومرة تانية رواه عن الأحنف ابن قيس عن العباس. تقول لي ما هو اتحلت بقى المشكلة، رواه عن الأحنف عن العباس. أقول لك طب شوف الإمام البخاري ماذا قال رحمة الله عليه، قال الإمام البخاري عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس لا يعلم له سماع من الأحنف، يعني المشكلة تعقدت أكتر. انت هو كان بيروي عن العباس، ما لم يلقى العباس، لم يرى العباس بعينه ولم يلقه ابدا. طب في روايه اخرى رواه عن الاحنف ابن قيس عن العباس، طب ايه رايك انه لم يسمع من الاحنف؟ يعني رواه عن العباس رضي الله عنه لم يلقى العباس، رواه عن الاحنف لم يلقى الاحنف، ليس له رواية عن الأحنف. فالحديث هنا في انقطاع في الإسناد كمان، فشوفوا يا إخوة كام علة في هذا الإسناد. خلي بالك احنا بنتكلم على اسناد ايه، واحدة او اثنتين او ثلاثا وسبعين، احنا اسناد الخمسمائة عام ده انتهينا منه خلاص، يعني اسناد ما بين كل سماء وسماء خمسمائة عام، الاسناد ده خلاص فيه يحيى بن العلاء وهو متهم بالكذب، ده اول حاجة. طيب اسناد بقى واحدة او اثنتين او ثلاثا وسبعين في كام علة لحد دلوقتي؟ عد معايا بقى. العلة الاولى فيه سماك ابن حرب لا يحتمل تفرده وقد تفرد به، لا يحتمل تفرده، تفرد به، يبقى دي لوحديها علة كافية لرد الحديث. طب العلة دي انضاف ليها علة أخرى وهي روايته سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة، عبد الله بن عميرة مجهول الحال، دي لوحديها كافية لرد الحديث، فما بالك لما الاثنين العلتين دول يجتمعوا مع بعض، علتين هو كل واحدة فيهم لوحديها كافية لرد الحديث. ثم علة ثالثة أقوى من العلتين دول وهي الانقطاع بين عبد الله بن عميرة وبين العباس، أو بين عبد الله بن عميرة وبين الأحنف ابن قيس، الانقطاع ده لوحده كافي لرد الحديث. طب فما بالك ان العلة دي منضافة للعلتين، يعني في ثلاث علل كل واحدة منهم كافية لإبطال الاحتجاج بالحديث، كافية لرد الحديث لا يقبل. ثم علة رابعة وهي الاضطراب، لان شوف عبد الله بن عميرة بيروي مرة عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين هو نفسه تاني يروي عن العباس عن الأحنف بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين هو تالت يروي عن العباس موقوف على العباس، ده اسمه اضطراب في الإسناد، راوي واحد بيروي نفس الإسناد بأشكال مختلفة متباينة. يبقى في أربع علل أهي، كل واحدة من الأربعة كافية لرد الحديث وعدم قبوله، ده في رواية إيه؟ واحدة أو اثنتين أو ثلاثا وسبعين، رواية ما بين كل سماء وسماء خمسمائة عام، دي بقى فيها العلل الأربعة دي بالإضافة لإن مخرجها من يحيى بن العلاء وهو متهم بالكذب. طب ده يقبل إزاي؟ أنا أرضى ضميرك، ده يقبل إزاي بقى؟ يعني ده كيف يقبل؟ يعني كيف يروى هذا؟ الناس اللي بتروي الكلام ده وتضعوا على الصفحات وتروي هذا الحديث على إنه صحيح ويعملوا حلقات وبيشوفها مئات الألوف من الناس، كيف تلقون الله عز وجل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انت مش بتكذب على النبي بس، انت بتكذب على النبي وبتكذب على رب العالمين جل جلاله، لما بتتكلم عن حاجة تخص الله عز وجل، حاجة متعلقة بعرش الله عز وجل، وحاجة غريبة جدا ان عرش ربنا جل جلال الله الذي وصف بالعرش المجيد والعرش الكريم، العرش عرش الله عز وجل محمول على ثمانية أوعال
انت عارف الاوعال اللي هي ايه؟ المعيز، ذكران المعيز او ذكور الماعز، تمن معيز شايلين عرش ربنا. يعني لا اله الا انت سبحانك، لا اله الا انت سبحانك. دي كده علل في الاسناد. المتن بقى نفسه فيه علل اكبر من دي كمان. اول حاجة الاضطراب في المتن نفسه، اضطراب في المتن، لان بنفس الاسناد مروي ما بين كل سماء وسماء 500 عام مرة، ما بين كل سماء وسماء واحدة أو اثنتين أو 73 مرة، ما بين كل سماء وسماء كذا وكذا سنة مرة. طب نجمع بينهم ازاي دول؟ مستحيل نعرف نجمع بينهم بقى، مستحيل ينفع الجمع ده، أرقام، الأرقام هيتجمع بينها ازاي؟ ما بين كل سماء وسماء 500 عام، ما بين كل سماء وسماء واحدة أو اثنتين أو 73 هيجمع بينهم ازاي؟ ده اسمه اضطراب في المتن كمان، يعني اضطراب في السند واضطراب في المتن. في بقى في المتن حاجات اكبر من كده كمان، وهو مصادمة ومخالفة المتن، مخالفة صريحة لصريح القرآن الكريم، نكارة في المتن، متن فيه نكارة في معناه مصادم تمام المصادمة لصريح القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يبقى عروج الملائكة من الأرض إلى السماء مقداره قد إيه؟ 50,000 سنة. شوف بقى، احسب انت العدد السنوات اللي موجود في الحديث، ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، في 7 سماوات ادي 3500 عام، وكسف كل سماء مسيرة 500 عام ادي 3500، 7,000 عام، وبعدين البحر 5,000 ما بين اسفله واعلاه 500 عام، يبقى ادي 7,500، وبعدين الاوعال ما بين اضلافها وركبها مسيرة 500 عام ادي 8,000، وبعدين العرش ما بين اسفله واعلاه مسيرة 500 عام ادي 8,500 عام. ده أقصى حاجة، يعني من الأرض لحد العرش 8,500 عام. ده لو حسبنا على رواية ما بين كل سماء وسماء 500 عام، وهي رواية فيها متهم بالكذب، رواية إسنادها هالك. لو حسبنا بقى على رواية واحدة أو اثنتين أو 73، شوف بقى أنت عاوز تجمعهم، شوف بقى احسبهم، شوف هيطلعوا كام، مش هيكملوا 1,000 سنة. حتى نصدق القرآن ولا نصدق هذا الحديث شديد الضعف المليء بالعلل في إسناده ومتنه؟ يعني ماذا نفعل الآن؟ نقبل ونصدق كتاب الله عز وجل ونرد هذا الحديث الضعيف شديد الضعف المليء بالعلل الذي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف، قال الإمام الطبري رحمة الله عليه، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يقول تعالى ذكره: تصعد الملائكة والروح، وهو جبريل عليه السلام، إليه يعني إلى الله عز وجل، والهاء في قوله إليه عائدة على اسم الله، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يقول: كان مقدار صعودهم ذلك في يوم لغيرهم من الخلق 50,000 سنة، يعني مسيرة 50,000 سنة، وذلك أنها تصعد من منتهى أمره من أسفل الأرض 7 إلى منتهى أمره من فوق السماء 7. إحنا هنقول بقى من الأرض يا سيدي، من الأرض 7 إلى العرش. احسبها أنت بقى زي ما أنت عايز، تجد أن هذا الحديث الضعيف شديد الضعف مصادم تمام المصادمة للقرآن الكريم. مش بس كده، مصادم كمان للسنة النبوية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مصادم للأحاديث الصحيحة اللي هي أصح منه إسنادا. حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، أهو حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواء أبو داود، الحديث إسناده يعني مقبول، حديث أقوى إسنادا بكثير من هذا الحديث، من حديث الأوعال دوت. ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، خلي بالك الأوعال ما عندهاش شحمة أذن، هذا وصف ملك كريم. ما هو وصف أوعال؟ يعني هذا ما هو وصف الأوعال؟ أوعال ليس لها ما بين شحمة أذنها إلى عاتقها، هذا ما هو وصف الأوعال؟ وإذا كان جبريل عليه السلام بهذه الصورة المهيبة البديعة، النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن وصف جبريل عليه السلام، قال: رأيت جبريل له 600 جناح يسد ما بين المشرق والمغرب، سيدنا جبريل عليه السلام. حديث الآخر وإن كان فيه ضعف، قال: رأيت جبريل ليلة أسري بي له 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من
التهاويلي والدر والياقوت ما الله به عليم. حديث في ضعف يسير ولكنه أفضل بكتير إسنادا من حديث الأوعال اللي هو يسقط من جناحيه من التهويل والدر والياقوت، إنما له 600 جناح سد ما بين المشرق والمغرب. حديث صحيح ما فيش فيه كلام. طيب هذه الصورة البديعة الجميلة لجبريل عليه السلام، طب فما بالك بحملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، ملائكة كرام عليهم السلام، كيف يعني تعتقد في حملة العرش هؤلاء المكرمين عليهم السلام أنهم أوعال؟ يعني شيء غريب جدا. حديث فيه علل شتى، 8 علل، 8 علل في إسناده ومتنه، ومع ذلك تقبلوا، كيف تقبل؟ مصادم لكتاب الله، مصادم للسنة الصحيحة الصريحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنها أوسط الجنة وأعلاها. أوسط الجنة يعني أرفعها مقاما وأحسنها منزلا، وأعلاها أعلاها مكانا ومقاما، أعلاها. وفوقه عرش الرحمن، فوق الفردوس الأعلى عرش الرحمن. ما جاء ذكر لهذا الكلام إن في بحر فوق السماوات السبع والكلام ده؟ ما جاء ذكر هذا، ما جاء ذكر هذا. وكل الأحاديث التي تروى في بحر السماء لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح منها شيء عن الصحابة رضي الله عنهم، إلا أثر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وعبد الله بن عمرو كان معروفا برواية الإسرائيليات رضي الله تعالى عنه، كلمنا عن ده في حلقة مستقلة، موضوع بحر السماء دوت. لا يصح شيء في موضوع بحر السماء ده، ونقول الله أعلم، لا نعلم، الله أعلم، يعني لا نقطع بشيء ولا نجزم بشيء، ولكن لا، ليس عندنا علم في ذلك. ما جاء في هذا شيء يمكن الاحتجاج به، لا جاء له ذكر لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل: وكان عرشه على الماء، يعني قبل خلق السماوات والأرض. بعد خلق السماوات والأرض الله أعلم بخلقه، ولكن اللي عندنا من العلم، اللي عندنا من السنة الصحيحة، قال: وفوقها، يعني الفردوس الأعلى، وفوقها عرش الرحمن، سقفها عرش الرحمن. ما جاء ذكر هذا البحر. والنبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماوات العلى في ليلة المعراج ووصف لنا دقائق كثيرة ما جاء ذكر هذا البحر الذي في السماء. فالله أعلم بخلقه، لا نجزم بشيء. وبعدين في ناس متخيلين أن السماوات والأرض دول هم منتهى الخلق، يعني السماوات والأرض دول هم الدنيا كلها أو هم الخلق كله. لا، السماوات والأرض دول من خلق الله عز وجل. السماوات والأرض، السماوات السبع والأرضين السبع، من خلق الله. أما خلق الله عز وجل لا يعلمه إلا الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. حديث رواه البخاري، يعني شوف: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين، المجاهدين في سبيل، يعني ده كده الجناح بتاع المجاهدين بس، دي مش الجنة كلها، ده الجزء اللي هو بتاع المجاهدين. طب الجزء بتاع المجاهدين ده 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ده معناه إيه؟ معناه أن الجنة أكبر بكتير من السماوات والأرض. الجنة أكبر بكتير من السماوات والأرض. السماوات والأرض دول حاجة صغيرة كده جنب الجنة، عشان كده قال: عرضها السماوات والأرض، عرضها كعرض السماء والأرض. العرض طولها فين بقى؟ الله أعلم بخلقه. إذن يا أخوان، حديث الأوعال حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، نجزم ونقطع أنه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف العلماء ماذا قالوا عن هذا الحديث. قال الإمام البزار رحمة الله عليه بعدما روى هذا الحديث في مسنده، قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا الكلام وهذا اللفظ إلا من هذا الوجه عن العباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعبد الله بن عميرة لا نعلم روى عنه إلا سماك بن حرب، وقد روى عنه سماك غير حديث، يعني روى سماك بن حرب روى عن عبد الله بن عميرة أكثر من حديث. قال ابن الجوزي رحمة الله عليه في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. قال بعض الحفاظ: تفرد به يحيى بن العلاء. قال أحمد: هو كذاب يضع الحديث. وقال يحيى: ليس بثقة. وقال الفلاس: متروك الحديث. وقال ابن عدي: أحاديثه موضوعات. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وقد رواه عباد ابن يعقوب فزاد في الإسناد الأحنف بن قيس عن العباس. قال ابن حبان: عباد يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. قال ابن الجوزي: وقد روي لنا من طريق آخر على ألفاظ أخر، طريق آخر غير طريق عباد بن يعقوب، بس كله في الآخر
بيلتقي عند سماك بن حرب عن عبد الله بن عمير، ليس له طريق آخر. قال البوصيري في إتحاف المهرة: هذا إسناد ضعيف ومنقطع، عبد الله بن عمير لم يدرك العباس، ويحيى ابن العلاء ضعيف. قال الإمام الذهبي في العلو: أخرجه الحافظ أبو عبد الله ابن منده في كتاب التوحيد، تفرد به سماك عن عبد الله، وعبد الله فيه جهالة، اللي هو عبد الله بن عمير يعني، ويحيى بن العلاء متروك الحديث، وقد رواه إبراهيم بن طهمان عن سماك وإبراهيم ثقة. طبعا ده ما فيهوش تصحيح للحديث، لأن إبراهيم بن طهمان روى عن سماك، ونفس المشاكل هي يعني ما حلتش حاجة، لأن هي الكلام في سماك هو والكلام في عبد الله بن عمير هو. قال الشيخ الأرناؤوط رحمة الله عليه في تحقيق المسند: وقد تفرد بالرواية عن عبد الله بن عمير كما قال مسلم في الوحدان، وعبد الله بن عمير ذكره العقيلي وابن عدي في جملة الضعفاء، وذكره ابن حبان في الثقات على عادته في توثيق المجاهيل، وهو إلى ذلك معضل بإسقاط الأحنف بن قيس من الإسناد، وبإثباته فهو منقطع، فإنه لا يعلم له سماع منه فيما قاله البخاري. حديث شديد الضعف. الإخوة بقى هم بيحتجوا بتصحيح ابن القيم رحمة الله عليه. شوفوا ابن القيم رحمة الله عليه ما قالش كلامه هو ده، هو بينقل، بيقول قال المثبتون، يعني من صححوا الحديث، يعني هو هنا بينقل كلام هو نفسه ما قالش أنا صححت الحديث. قال المثبتون: أما رد الحديث الأول بالوليد بن أبي ثور ففاسد، فإن الوليد لم ينفرد به، بل تبعه عليه إبراهيم بن طهمان، كلاهما عن سماك ومن طريقه رواه أبو داود. طب ما هي المشكلة مش أصلا في إبراهيم بن طهمان ولا في الوليد بن أبي ثور، مش هي دي المشكلة، المشكلة في سماك وعبد الله بن عمير. قال: ورواه أيضا عمرو بن أبي قيس عن سماك، ومن حديثه رواه الترمذي. كل ده بعيد عن علل الحديث، سيعلل الحديث في من رواه عن سماك، العلل في سماك نفسه، سماك نفسه لا يحتمل تفرده، وعبد الله بن عمير ضعيف لأنه مجهول الحال، والحديث منقطع في انقطاع ما بين عبد الله بن عمير والعباس، أو بين عبد الله بن عمير والأحنف بن قيس، ثم الحديث مضطرب إسنادا ومتنا، ثم هو مصادم لصريح. كل دي هي دي علل الحديث، هي المشكلة ليست في هل هناك متابع للوليد بن أبي ثور أم لا. وابن القيم هنا ما قالش الحديث صحيح، ابن القيم هنا بينقل كلام قال المثبتون، يعني هو بينقل كلام من أثبتوا صحة الحديث. يعني أتصور أن كده الكلام واضح جدا، يعني كلام واضح جدا جدا في أن هذا الحديث شديد الضعف، لا يمكن الاحتجاج به ولا يمكن روايته، لأنه حديث ضعيف إسنادا ومتنا، مصادم لصريح القرآن الكريم، مصادم للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم المروية في الصحاح. فهذا الحديث لا يحل روايته، لا يحل رواية هذا الحديث ولا الاحتجاج به. فلذلك أرجو يا أخوانا الناس اللي هي بتنقل بتروي هذا الحديث وتذكره في الكتب والكلام ده، اتقوا الله عز وجل، لأنك ستقف بين يدي الله عز وجل يسألك عن هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا تحتج بأن العلماء رووه في الكتب، أي وروا العلماء في الكتب وأسندوه، ومن أسندك فقد أحالك، خلاص هو أسند. الإمام أحمد وغيره من العلماء اللي رووا هذا الحديث أسندوه، والإسناد إحالة. كون بقى أنك أنت تاخد الحديث دوت وتنشره على الناس، فدي تبقى مشكلتك أنت، ليست مشكلة العلماء الذين رووا هذا الحديث مسندا. والعلماء بيّنوا علله كما ذكرت لكم، أنا شرحت لك الموضوع بمنتهى البساطة. أتصور أن مفيش حد بعد ذلك له عذر في أن يروج لمثل هذه الأحاديث المتعلقة بالعقائد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.